أصدقائي. أهلا يا شهد. اليوم سنتعلم أسماء الطيور وأنواعها. هيا لنبدأ يا أصدقائي. هيا لنبدأ يا شهد. غراب غراب غراب. بجعة بجعة بجعة. طائر اللقلق طائر اللقلق طائر اللقلق. ببغاء ببغاء ببغاء. حمامة حمامة حمامة. بومة بومة بومة. نسر نسر نسر. هدهد هدهد هدهد. طاووس طاووس طاووس. نقار الخشب نقار الخشب نقار الخشب. إوزة إوزة إوزة. بطة بطة بطة. عصفور عصفور عصفور. نعامة نعامة نعامة. صقر صقر صقر. كروان كروان كروان. نورس نورس نورس. طنان طنان طنان. طائر البلبل طائر البلبل طائر البلبل. سمان سمان سمان. بطريق بطريق بطريق. دجاجة دجاجة دجاجة. ديك ديك ديك. ديك رومي ديك رومي ديك رومي. هيا بنا نلعب. هيا بنا يا شهد. ما اسم هذا الطائر؟ دجاجة. جيد. ما اسم هذا الطائر؟ نورس. أحسنتم. ما اسم هذا الطائر؟ طاووس. ممتاز. ما اسم هذا الطائر؟ ببغاء. أحسنتم. ما اسم هذا الطائر؟
صديق رومي. ممتاز، كنتم رائعين يا أصدقائي، نراكم قريبا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد.